بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تغيير اللغة الخاصة بإيميل أوتلوك الموجود باللابتوب. أنا بالنسبة لي عندي إيميل أوتلوك الموجود عندي على اللابتوب موجود باللغة الإنجليزية، فصعب أغيره للغة العربية. كيف راح تكون الطريقة؟ طبعا الطريقة نفسها، سواء كنت بغير من اللغة الإنجليزية العربية أو بالعكس. أنا بالنسبة لي حاليا موجود باللغة الإنجليزية، فحابب أغير اللغة الخاصة بتطبيق الأوتلوك من اللغة الإنجليزية للعربية. الطريقة راح تكون بكل بساطة على الشكل التالي. طبعا هي الشكل الحديث للنسخة الجديدة الخاصة بتطبيق الأوتلوك. كيف راح تكون الطريقة عشان نغير اللغة؟ راح تكون بكل بساطة على الشكل التالي. راح نشوف بالأعلى على اليمين أيقونة الإعدادات السيتنج، نكبس عليها ضغطة هيك. هذا راح يطلع عندي على الشكل التالي. راح نكبس السهم الموجود عندي هون، فيطلع عندي خيار اسمه جنرال، نكبس عليه ضغطة هيك. بعد خيار اسمه لانجويج اون تايم، نكبس عليه ضغطة. هلا هون عم يطلب منك تختار اللغة، نختار البلد. فقط بدي اغير اللغة العربية، تختار بلد عربي. فرضا انا اخترت العربية، بعد اعطيه حفظ. وهيك بكل بساطة بدون رجع في عندي تغيرت التنسيق الموجود بالاوتلوك من اللغة الانجليزية للغة العربية. هلا بطريقة مشابهة اذا كنت بدك تغيره من اللغة العربية للانجليزية كمان نفس الشيء، على المثنى الموجود عندي هون، بس على هذا السهم الموجود عندي هون، بعدين خيار اسمه عام، بعدين اللغة، بعدين تختار اللغة اللي بدك اياها. انا بالنسبة لي اللغة موجودة عربية، تختار اللغة الانجليزية. بعد ما تختار اللغة اللي بدك اياها، بعدها تعطيه حفظ. وهي كانت الطريقة بكل اختصار كيف في نغير اللغة الموجودة بتطبيق الاوتلوك من اللغة الانجليزية للعربية او العكس. هلا الفيديو بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.